I wanna be a doctor or anything to help my people. But I can I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I get, I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just ten. I'm just ten. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, "Why do we deserve this?" Why? What did we do to this? My family said they just, they, they just hate us. They just don't like us because we are Muslim. فلسطين يا أرض الأحرار يا مصر النبي العدنان فيك القدس ينادي أغيثونا فهذا مصر الرسول فلسطين يا ارض الرجوله والشهامه فلسطين غرق دمك الاحرار ربما يكون فيك دلوقتي شويه دمار لكن فيه اطفال رجاله صامدين قلوبهم بتنشر النور فلسطين من لندن فلسطين من القاهره فلسطين من السعوديه من عمان من الاردن من البحرين فلسطين من كل مكان اصل القضيه مش قضيه ارض دي قضيه عقيده ده النبي عدى من هناك وصلى بكل الانبياء، اصل دي مهد الرسالات، فلسطين منقوشة جوه القلوب، القضية مش قضية حدود، دي أولى القبلتين ومصر النبي محمد ما تلاقيش فيها شبر ولا متر الا ويذكر فيه اسم نبي هيفضل الصراع فيكي لحد ما ربنا يأذن دمعة الأطفال اللي بنشوفها بتوجعنا وبيئن القلب القدس فيك ينادي أغيثونا 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 إحنا بنقول لك وبنقول لأهلك إحنا في ظهرك إحنا في ظهرك يا فلسطين مش كلام ولا شو دي حاجة جوه الدم أصلها موجود في الدين بكيت لغاية ما خلصت الدموع يا قدس يا أرض الرسالات فيك مصر الرسول أنت الجميلة بس بيحوط بيك السواد اغيثونا من بني صهيون اغيثونا من بني صهيون هيفضل فيك الرجال هيفضل فيك رجال اطفال سيدات شيوخ شباب عندهم العزيمه والصبر والجلد ما سابوش فلسطين ومشيوا زي ما الناس بتقول فلسطين يا مصر النبي الامين المشاهد في فلسطين مشاهد صعبة لو قلبك ما تحركش يبقى أنت اعرف أن قلبك مش موجود يبقى أنت عايش في العالم ده عالة أنت ملكش قلب فلسطين في كل مكان في العالم القضيه قضيه عادله قضيه فلسطين مش محتاجه مننا كلام كتير يكفينا ان احنا عارفين الحقيقه وساكتين لكن سريعا اقول لحضراتكم المشهد المصري مشهد حلو مشهد جميل ومعبر الناس هتقول لي ليه هو احنا رحنا حررنا فلسطين وحررنا القدس انت بتقول كلامه خلاص اقول للناس شغلوا عقولكم شوية الموضوع مش خناقة دي مش خناقة في شارع ده في مجتمع دولي وفي دولة في دولة للاسف للاسف معترف بيها في الامم المتحده انتزعت حق الفلسطينيين من ارضهم وحقهم الشرعي احتلت الارض للاسف الشديد فلازم نكون فاهمين ان دي مش خناقه في شارع، لأ انت لازم تبقى ذكي واعتقد يتفق معايا من يتفق ويختلف معايا من يختلف، هيقول لي المشهد تسمع اصوات ناس انا مش عايز اقول الفاظ الناس تزعل مني يقول لك افتحوا لنا الحدود <applause> يا ابني هو انت داخل خناقه في شارع يا حبيبي ده 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 نظام عالمي ده ده دي دوله دي حدود لازم الامور تؤخذ بتفكير منضبط لكن المشهد المصري المشهد المصري بصراحه مشهد جميل مشهد حلو مشهد محترم ربما يكون المشهد ده ما تكررش قبل كده فالناس تقول لي والله يعني احنا مش فاهمين حاجه او كلامك مش مظبوط او كلامك ما مالوش اساس من الصحه، لا كلامي مظبوط وله اساس من الصحه. اسمع معايا كده وركز لما مصر يوم الجمعه اللي فاتت مصر تذيع خطبة الجمعة من الأزهر الشريف دي رسالة ولا مش رسالة؟ على غير العادة خطبة الجمعة تيجي وتذاع من الأزهر الشريف ها؟ ايه الجديد يا عم؟ اه الجديد ويخطب الدكتور أحمد عمر هاشم صاحب الحنجره المبهره والعلم المتين ويقول فلسطين وينادي ويقول يا قدس يا مصر الرسول بالروح نفديك مش هنسيب حقنا خلي بالك قضية فلسطين الناس فاهمة إن هي قضية فلسطينية لا دي قضية مصرية عارف ليه لأن أمن فلسطين وأمن غزة وأمن المنطقة دي هو أمن قوم مصر. طيب مصر تعمل إيه تصدر الأوامر ونشوف مشهد جميل عربيات الإسعاف المصرية والصليب الأحمر المصري يذهب إلى فلسطين ويدخل من معبر رفح لمعاونة المصابين ومداواة الجرحى وربنا يرحم شهدائنا في فلسطين والعلم حضراتكم الأرقام اللي وصلت لنا لغاية النهاردة بتقول إن عدد المصابين في فلسطين أكتر من ألف وستمية وكسر تمام طيب صلع الهوا ألو آه عدد المصابين 1620 لغايه اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها دي دي اخر احصائيه و227 شهيد طبعا فيهم اطفال ونساء وشيوخ وشباب طب الناس دي تمشي وتسيب الارض تسيب المقدسات تسيب مصر رسول الله وتطلع التصريحات الصريحه من القيادة المصرية طبعا السيد الرئيس ويعقبه وزير الخارجية القضية قضية عاجلة لا بد أن يكون هناك حل لهذه القضية حل عادل حل يد الفلسطينيين الحق في إقامة دولة معترف بها دوليا في الأمم المتحدة وذات سلطة وحدود وقدرة حتى تكون الأمور مستقرة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد من البحيرة ازيك أه... سعادة الله يكرمك يا حبيبي اتفضل الله يكرمك انا حابب اشكر حضرتك والله على الكلام الجميل اللي انت بتقوله حاليا, حاليا دلوقتي والله حبيبي ده ده مش كلام دي دي دي, حقيقه احنا بنعيشها والله يا باشا احنا بنشكروك لان انت بتوعي الناس والله يزيدك خير ويديك الصحه بامانه يعني امين يا رب امين يا رب دعوات واقول لحضرتك ان القلوب لا تزرف دما من مما يحدث الان في فلسطين والله طب انت بتتفق معايا يا استاذ احمد ان المشهد نعم المصري مشهد محترم ده مشهد وربنا يخلينا رئيس السيسي بس اه يعني يعني حضرتك بتتفق معايا ان المشهد مشهد مشرف مشهد محترم ومشهد جميل جدا جدا بامانه والله يا باشا لان للاسف يا استاذ احمد وانت حضرتك معايا الهواء كده في ناس بتدعي يقول لك اصل احنا يعني آه في ناس خونه وفي ناس يعني مش مش بيؤيدوا القضيه ما يعرفوش ان القضيه دي قضيه في القلب اكيد طبعا اكيد يا باشا والله يعني يعني احنا شفنا شفنا المشاهد يمكن الصريحة في هذا الأمر عربيات الإسعاف وعربيات الدعم الغذائي والدوائي والله أنا أنا واحد من الناس, الناس بندعو الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرى يفك هذه الأزمة على خير إن شاء الله آمين يا رب وربنا يا رب يطول لنا في عمر الرئيس السيسي كمان رجل محترم ورجل 100 100 والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله متشكرين لاتصال حضرتك المشهد بتاعنا والله مشهد مشرف من غير ما احلف قلت لكم دي مش خناقه في شارع واحد هيطلع بسنجة زي الشباب اللي ماسك السنج اليومين دول في الشوارع وقله ادب وقله حياه لا يا حبيبي دي ده الموضوع مختلف دي قضيه مرتبه انت بتتعامل فيها بعقلانيه ليه لان حضرتك كمصري عندك مواضيع عديده الناس مش فاهمه انت عارف عندك ايه عندك حدود مع ليبيا لسه ما اتقفلتش لسه في شويه ها مناقشات لسه الدنيا بت بتتقفل شويه في الحدود الشماليه عند ليبيا واخد بال حضرتك حدود الغربيه طب وعندك مشكله برضو ان مصر كلها دوله حدوديه عندك مشاكل في شرق في شرق البحر المتوسط على الحدود البتروليه في حدود في مشكله لسه قائمه وانت بتقاتل وبتنازع وبتثبت حقك وبتستخرج الغاز الطبيعي من هناك عندك مقاتلين وعندك قوات بحريه على اوجه الاستعداد في المنطقه عندك قوات في جنوب في السودان قوات موجوده واقفه مستعده مستنيه الاشاره عشان تحمي سد النهضه عندك مشاكل في سينا الكلاب الارهابيين اللي هم ما يعدوش بشر اللي لسه بيقتلوا اخواتنا واولادنا في سينا عندك حدود ملتهبه مناطق ملتهبه ده غير بقى المهربين والناس اللي هي بتؤذي شبابنا بالمخدرات اذا انت مرصود مصر دوله استراتيجيه مصر الايديولوجيه بتاعتها مش سهله مش اي حد يتعامل عشان كده ربنا كرمنا ومحدش يقول لي انت بتطبل لا والله الحقيقه ان احنا عندنا قياده حكيمه جدا عرفت تستخدم الملف بتاع القضيه الفلسطينيه استخدام جيد جدا النهارده مصر من غير ولا طلقه واحده بتجبر اسرائيل العدو المحتل الغاصب الغاشم ان يقف عند حده قالت له مفيش اجتياح بري لغزة غزة أمن قوم المصر وقفت إسرائيل ما قدرتش تعمل اجتياح بري احنا مش بنضحك عليكم احنا اعلام صادق لو الكلام اللي هنقوله مش صادق مش هنقوله مش هنضحك عليكم ملناش مصلحة مش هيدونا فلوس عشان نقول كلام كدب احنا صادقين معاكم ليه عشان دي بلدنا اللي بنحبها واهلنا في فلسطين وفي غزه وفي القدس هم اهلنا واخواتنا واحنا في ظهرهم وهنظل ندافع عن هذه القضيه الى قيام الساعه خلي بالكم ان المصريين حاربوا من اجل فلسطين اكتر من معركه وانتصر المصريين كان منهم طبعا معارك كان فيها القائد صلاح الدين الايوبي المصريين من زمان معروفين بالركوله معروفين بالشهامه والانضباط والذكاء اصل احنا طول عمرنا رجاله احنا الجيش الوحيد اللي علم على المحتل الغاصب ده إحنا الوحيدين اللي علمنا عليهم وهنعلم عليهم عرفتوا ليه بنشتري سلاح؟ عرفتوا ليه بنقوي جيشنا المصري؟ عرفتوا ليه بنروح نشتري طيارات؟ أصل في ناس <applause> والله حاجة حاجة عجيبة أوي يا أخي تحس اللي بيتكلم ده يعني إيه راجل كده قاعد على قهوة وقدامه حجر المعسل وما بيفهمش اي حاجه في اي حاجه يقولك اصل الرئيس راح يشتري سلاح بمليارات وفي ناس مش لاقيه تاكل قول له اسكت قول له انت راجل حمار انا اسف راجل ما تفقهش شيء ان اداره الدول اداره الدول يا جماعه ده موضوع كبير قوي احنا لينا الشرف ولينا منا من ربنا ان ربنا رزقنا برئيس عائل رئيس كل حياته كان في الجيش المصري ومنها مساحه من الزمن في المخابرات المصريه قول لي بقى عقليته تبقى عامله ازاي راجل راسي عائل رزين منتبه حاضر الذهن بيفكر مش متعصب مش بيتسرع في اتخاذ القرارات اصل دي دولة فيها مئة مليون نسمة احافظ عليهم ولا ضيعهم احافظ على ثرواتهم ولا ضيع الثروات احافظ على اللي هم حققوه من انتصارات ومن قوة في الاقتصاد دلوقتي ومن دعم النهاردة مصر يا جماعة بتدعم غزة مصر ب مليون دولار، ايه الكلام الجميل ده؟ مصر هتساهم في إعمار غزة، مصر هتساهم في إعمار مؤسسات غزة، طب ده معناه ايه؟ معناه إن غزة أمن قومي لمصر، هتقول لي أصل فيها ناس ارهابيين لا احنا نعرف نتعامل كويس أو مع الارهابيين اصل فيها ناس آه عاوزين يؤذوا المصريين كل حته فيها ناس عاوزه تؤذي المصريين احنا نعرف نتعامل كويس مع الملفات احنا نعرف نتعامل كويس أو مع البشر بس حاجه عجيبه قوي فرحتني وشفتها على القنوات العالميه مش على القنوات المصريه عارف يعني ايه ياتي الحق على لسان الاعداء. اسرائيل تقول لك مصر ضحكت علينا. مش انتوا كنتوا بتقولوا مصر يعني آه بتعمل مع اسرائيل و دلوقتي اسرائيل قالت ان مصر بتضحك علينا؟ اصل مصر بصراحه ناسها رجاله. اصل مصر فيها عقول. احنا ما يمشينا وراه. احنا نعمل اللي احنا عايزينه. في الوقت اللي احنا عايزينه لما يجي لنا مزاجنا محدش يمشينا على مزاجه طب نعمل ايه ندخل اسعافات واطقم طبيه لغزه نفتح مستشفياتنا باجهزه طبيه واطقم طبيه على اعلى مستوى في سينا الحبيبه ندعم غزه واهل فلسطين بالادويه والمستلزمات الطبيه واجهزه الرعايه الطبيه نقول ان غزه امن قومي قريبا غزه وده تصريح خدوه مني خدوه مني على الهواء كده يمكن ناس كتير ما تعرفوش هيحصل قريب غزه ستكون تابعه الى مصر قريبا وهتكون تحت السياده المصريه حد فهم حاجه يعني ولا اسرائيل ولا غير اسرائيل هيقدر يعتدي على غزه مصر هتدعم غزه اقتصاديا واعمار واجهزه طبيه والمصريين هيروحوا غزه يعمروها تقدر اسرائيل تدوس على طرف غزه تاني؟ مش هتقدر، طيب هيتوقف ايقاف هيتوقف اطلاق النار هيتوقف النهارده او خلال 24 ساعه. باتفاق دولي طبعا، واتفاق دولي بتلزم بيه مصر، مصر اللي بتلزمهم. واحد هيجي يقول لي يا عم انت بتجيب الكلام ده منين؟ يا حبيبي ليس كل ما يعرف يقال. مش كل حاجة تتعرف تتقال لكن عايزك تثق في مصر في بلدك مصر كلمة مش بتتقال وخلاص مصر قيادة مصر مؤسسات مصر جيش وشرطة وأجهزة طبية ومؤسسات وأزهر وكنيسة مصر موضوع كبير مصر موقعها استراتيجي كلكم شفتوا معايا قناة السويس لما وقفت ايه اللي حصل؟ العالم كله وقف اقتصاد العالم كله وقف اللي عايز يروح ينقل تجارته ينقلها هيدفع كتير اصل قناة السويس بتوفر كتير عليهم بتوفر مليارات الدولارات يبقى مصر بتتحكم ولا ما تتحكمش؟ بتتحكم مصر مؤثرة، كل دولة في العالم عارفة مين مصر وعارفة تأثير مصر. طيب المية هتضيع مننا؟ مش هيحصل. هنتنازل عن حقنا في مياه نهر النيل؟ أبداً دي قضية وجود المية حق تاريخي وجودي مفيش دولة حياتها اتبنت على النيل وعلى الانهار حد يقدر يتحكم فيها مش ممكن خلي بالكم الحتة دي يعني النهاردة لو بنسمع مع بعض الحواديد بتاعت الناس العادية لو انت النهاردة جعان جعان اكل يعني عاوز تاكل وانت منعت في ايدك الاكل ومش عايز تديهولي، اكل، خلي بالك انا بكلمك في الاكل، لسه ما كلمتكش عن الميه. انت ممكن تموتني عشان تاكل، مش يقول الجوع كافر؟ طب ما بالك بقى، ما بالك ان انت في ايدك كوبايه الميه بتاع اللي انا هشربها. هسيبك؟ والله ما هرحمك. والله ما هرحمك. ليه؟ عشان دي كوبايه الميه اللي هت اللي هشربها المية حياة طيب تقدر تتحكم فيها مش هتقدر تقدر ترخم رخم بس مش هتقدر علينا وزي ما حضراتكم شفتم وسمعتم القيادة السياسية لما قالت ان كل الامور مطروحة كل الخيارات مفتوحة قتال هنقاتل سياسيا هنضغط اقتصادياً هن 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 هنعمل آه تأثير اقتصادي في العالم دبلوماسياً هنشتغل وشغالين دولياً هن أممياً هن هنشتغل بكل الملفات اللي تتخيلوها إحنا شغالين طيب حد هيقدر يمنع عننا مش هيقدروا ليه؟ لإن بفضل ربنا سبحانه وتعالى عندنا البدائل نقدر نغير الخريطة نقدر نحرك العالم في اتجاه قضيتنا، محدش يقدر يمنع عننا قطرة ميه. الأمور هتستمر ومصر هتظل قائمة وتحافظ على سيادتها وعلى كيانها بفضل ربنا سبحانه وتعالى، طب العنف الإسرائيلي ده الواضح العنف الواضح عارف المشهد ده بيعبر عن ايه عن حفظ ماء الوجه انت <applause> متخيل حفظ ماء الوجه اصل المقاومه الفلسطينيه فاجاتهم بصاروخ الصاروخ مكوناته يدويه مش مصانع والكلام اللي انت فاهمه ده خالص طب الصاروخ ده تكلفته كام؟ ألف دولار يعني مش مكلف طب إسرائيل خسرت خسرت مليارات خسرت مليارات الحياة تتوقف في الدولة المحتلة المطارات تتوقف في الدولة المحتلة الأمور تتوقف والمدارس والجامعات في الدولة المحتلة يبقى المقاومة الفلسطينية الرجالة أوجعوا العدو المحتل مصر مساندة الفلسطينيين نعم مصر مساندة اخواتهم الفلسطينيين لأن دي قضية أمن قومي ده مصر رسول الله في مقدسات لازم أن تحمى لازم أن يحافظ عليها زمان كانت غزة محافظة من ضمن محافظات مصر ده اللي حضراتكم ما تعرفوش وتلاقي كتير جدا كتير على فكرة مصريين متجوزين من غزة ومن غزة متجوزين مصريين في ترابط في آه ترابط ما بين الـ 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 المكانين في خونه اه في خونه في ناس قلاه الادب اه في ناس قلاه الادب لكن انا عجبني حاجه يعني عجبتني شخصيا لما يجي آه اسماعيل هنيه الاخواني خلي بالك من الحته دي اسماعيل هنيه الاخواني قائد حماس ويقول ايه؟ أول امبارح أو من يومين بالظبط يقول مصر الأخت الكبيرة وما أدراك ما مصر احنا معروفين كويس جدا لما دول يعترفوا يبقى فعلا ناس نضاف مش زي ما بيصوروا المشهد وبيخونونا ويقول لك اصل مصر يعني في حته في ناس كده يعني دايما تحب تزين كلامها بالخيانه والعماله يقول لك في عملاء ومش عارف في ناس بتؤثر في حق بتو بتقصر في حق القضيه الكلام ده مش صحيح ان ناس شريفه عندنا قياده شريفه عندنا قاده شرفاء عندنا ناس بتحب البلد عندنا ناس بتحب البلد لدرجه ان هي مستعد مستعده تضحي بدمائها من اجل تراب فلسطين والمسجد الاقصى بس انت مش داخل خناقه في شارع ده مجتمع دولي لازم تبقى انسان متزن لازم تمسك الملف بطريقه محترمه احنا الحمد لله مسكنا الملف بطريقه محترمه والحمد لله حطينا نقاط مهمه ومؤثره في هذا الملف والمشهد وانا من خلال برنامج ضد الفوضى ومن خلال اداره القناه ومن خلال بلدي مصر بعزي كل شهداء غزه وكل شهداء فلسطين وكل شهداء المسجد الاقصى بعزيهم وبقول لهم انتم اهل الجنه انتم اهل الجنه الشرفاء لا زالت طائفه من امتي في المسجد الاقصى لا يضرهم من خزلهم موجودين في ناس شريفه بتدافع عن القضيه ربنا ادانا العمر في شرفاء في فلسطين متنا في شرفاء في فلسطين، قامت الساعه في شرفاء في فلسطين بتحمي المقدسات حتى قيام الساعه. وهيجي يوم وهنفرح كلنا وهتتفتح الابواب باذن الله سبحانه وتعالى. كلمنا شويه عن المشهد ده لانه كان لازم نتكلم فيه عشان مشهد ما ينفعش يعدي كده يمكن شفتوا معايا الطفلة المسكينة طفلة تقول لك أنا دمار كان نفسي أطلع دكتورة كان نفسي أعيش في بيت آمن طفلة عشر سنين بتتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة الدموع في عينيها عشان البلد اللي هي عايشة فيها مفيهاش أمن وأمان يا رب يا مصريين تحمدوا ربنا على الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه، أه في شوية مناقشات بس احنا الحمد لله بننام مطمئنين وهاديين ومرتاحين البال، مجلس الوزراء النهارده اجتمع وأصدر بعض القرارات أصدر بعض القرارات المهمة علشان كورونا طيب الناس في ناس تقول لك يا عم احنا عاوزين ناكل عيش يا عم عاوزين نعرف نشوف لقمة عيشنا قفلوا لنا المحلات وعملوا لنا حظر في بعض الأمور ومش عارفين نعمل افراح ومش عارفين نروح الحدائق العامه ولا نروح سينمات ولا مسارح ولا القرارات النهارده قد تكون يعني ايه ما بين بين قرارات السيد الرئيس مجلس الوزراء النهارده الدكتور مصطفى مدبولي بيحاولوا يعملوا نوع من انواع الايه التوازن في القرارات يعني قال لك تقام الافراح بس مش في القاعات المغلقه تمام لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين الافراح بيبقى فيها اعداد من الاشخاص كتير فقال لك تقام الافراح في قاعات مفتوحه بما لا يزيد عن 300 فرد من ضمن القرارات ان الأفراح تقام في القاعات المفتوحة وتتفتح الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ تمام تمام ليه؟ دي أماكن عامة ومفتوحة مفيش تضييق قوي على الأمور لكن أنا ليا تعليق مهم جدا ويا ريت الناس تنتبه معايا للتعليق ده لأنه تعليق مؤثر ايه هو بقى رئيس مجلس الوزراء والمجلس الموقر مجلس الوزراء اصدر قرار من ضمن القرارات برضو اللي هي في, في سياق كورونا وكده يعني بيقول ان سيظل العمل مستمر بنص القوة الإدارية يعني إيه الكلام ده يعني عايز يقول إن الموظفين يشتغلوا بنص القوة يقسموا الأسبوع على نصين نص يروح أول أسبوع ونص يروح تاني الأسبوع الأسبوع اللي بعده أو نص ونص ثلاث أيام وثلاث أيام المهم يبقى إيه القوة الإدارية للعمل في في جمهورية مصر العربية تبقى بنص القوة أنا تعليقي الشخصي عشان أنا راجل <applause> بشوف الادارات وبشوف المؤسسات وبتعامل وبشوف بعيني هذا قرار خطا قرار خاطئ بالمره ليه بقى ما هو لازم نشغل دماغنا شويه مع بعضينا النهارده حضرتك لما بتشغل بنص القوه الحاجه اللي بيعملها موظف واحد كان بيعملها اتنين موظفين هيحصل ايه الناس هتزدحم الناس هتبقى فوق بعض إدارة من إدارات المرور مثلا فيها ناس فيها خمسين موظف هتبعت خمسة وعشرين يشتغلوا هيبقى في زحمة ولا مش في زحمة هيبقى في زحمة الخزنة الخزينة اللي بيدفع فيها الفلوس فيها خمسة موظفين بقوا ثلاثة هيبقى في زحمة ولا مفيش زحمة هيبقى في زحمة يبقى احنا اللي بنعمل الكورونا من غير ما ناخد بالنا احنا اللي بنعمل الكورونا وبنعمل الزحام من غير ما ناخد بالنا انا عاوز انبه وذكر المؤسسات المصرية ومجلس الوزراء الموضوع ده مهم جدا لازم القوة كلها تشتغل ليه؟ عشان ما يبقاش في زحمة مصالح الناس تخلص كلها بسرعة طب النهاردة عندي محاكم وعندي مرافق مرفق مياه مرفق كهرباء مرفق غاز مرفق المؤسسات تتعامل مع الجماهير مرور اقسام شرطه لو ها لو هنشتغل بنص القوة زي مجلس الوزراء ما قال ده خطأ يا جماعة انتبهوا ليه احنا لازم لما يكون اعتراضنا يكون اعتراض شريف ومحترم احنا بنعترض ليه حضرتك النهاردة لما تخلي موظف واحد يشتغل على الشباك حضرتك هتخلي برة في خمسمية واقفين مستنين دورهم لكن لما يكون في اتنين موظفين او تلاتة او اربعة مش هيبقى في زحمة يبقى ده قرار خطأ ولا مش قرار خطأ قرار خطأ نتفق او نختلف انا بوضح وجهه نظري اللي انا بشوفها بعيني فالجهاز الاداري لازم يشتغل بكامل قوته يا دكتور مصطفى يا رئيس مجلس الوزراء لازم ننتبه مش ان انت تخلي نص القوه تشتغل والنص التاني تبقى دي, دي مشكله خطيره ليه هتعمل زحام النهارده المرفق مرفق الشهر العقاري مثلا يعني ها النهارده لو في عشر موظفين بقوا خمسه والموظفين بتفرح الاداريين بيفرحوا يقول لك اه ثلاث ايام اجازه يا عم كورونا يا عم مع العلم انا طبعا بقول لك خد احتياطاتك و و والامور الاحترازيه كلها عشان تحافظ على صحتك وصحه اولادك وصحه ناسك معاك بس انا عايزك تفهم عايزكوا تفهموا ونفهم مع بعض كلنا احنا بن بنساعد الدولة مش بن بن بنوقع الدولة النهاردة لما يكون المرفق العام فيه اتنين موظفين وهم اصلهم أربعة إيه اللي يحصل؟ أصل فلان غايب ما جاش النهاردة الدنيا تتكركب فوق دماغهم تلاقي خمسين نفر واقف في طابور والناس نفسها في بعض لو هم حتى لابسين كمامة الحر مع الشمس مع قله الاكسجين الدنيا بتبوظ بيبقى في زحام ولا مش بيبقى في زحام بيبقى في زحام اذا الجهاز الاداري للدوله لازم كله يشتغل مش ان انت تشغل نص القوه هو ده الحل خالص ده الاصل انت تشغل القوه كلها عشان تقلل الزحام تقلل الاجتماعات انت واخد بالك ده حتى من ضمن الحاجات الجميله اللي انا عرفتها مثلا في السعوديه يقول لك ايه آه الجي بي اس هناك يعني عندهم لما يلاقي مثلا ايه النقطه مثلا منطقه زي الموسكي مثلا في مصر يلاقي فيها زحام تلاقي الشرطه بيعرفوا ازاي بيلاقي مثلا كلنا بنشيل موبايلات دلوقتي واخد بال حضرتك وفي كاميرات في كل حته دلوقتي في مصر طيب يلاقي مثلا ايه في زحام في المنطقه الفلانيه يقول لك الشرطه السعوديه او الاماراتيه او غيرها في الدول العربيه تقدمت في الامور دي ما شاء الله يروحوا داخلين ما يخلوش حد في المكان ليه؟ عشان ما يبقاش في كورونا الزحام هو اللي بيعمل المشاكل دي الانفاس تجمع الانفاس مع بعض ممكن يكون في واحد مصاب فيؤذي الاخرين اذا التجمعات غير مطلوبه فايه اللي يحصل؟ يقول لك الشرطة هناك الشرطة السعودية في بعض الدول العربية على طول مجهزين نفسهم ها في منطقة فيها زحمة الكاميرات بتجيب والجي بي اس بيجيب والمواقع بتثبت والخرايط يقول لك ده المنطقة دي فيها زحمة الشرطة تنطلق على طول بدون أي بلاغ إيه الاجتماع ده؟ عارف لما يكون في يعرفوا لو في فرح من غير ما يبلغوا الشرطة لو من غير ما ياخدوا تصريح والكلام تلاقي الشرطه رايحه عرفت ان في زحمه هنا انتوا قاعدين بتعملوا هنا ايه الاجتماعات دي بيحافظوا على ارواح الناس نفسنا نتطور بهذا الشكل نفسنا لما نركب وسيله من وسائل المواصلات زي الاتوبيس مثلا الوسائل العامه ما يبقاش في لو في مشاركات يا جماعه الاستاذ وليد والاستاذ آه عمرو لو في مشاركات لو في مشاركات يا جماعه تمام فتلاقي مثلا ايه؟ آه الاتوبيس تيجي تركبه لو انت عندك مناعه 100% تخرج عندك مناعه 30% ليه بقى حضرتك؟ تركب لو انت كاوي القميص ولا كاوي البدله تخش الاتوبيس تخرج منه قلع الهدوم زحام وعاوز تقول لي ما فيش كورونا؟ غصب عنك هيبقى في في ناس هتصاب وهتتأذى ما هو انت ما تعرفش اللي جنبك ده يا ربنا يشفي كل مرضانا يا رب ويحفظ ارواحنا كلنا يا رب ويحمي بلدنا ما تعرفش ظروفه ايه ممكن يكون مصاب ممكن يكون حامل للفيروس هتعمل ايه حط ايده على الكرسي وايده فيها الفيروس انت حضرتك رحت حاطط ايدك مكانه مشكله رحت حاطط ايدك على مناخيرك على الانف واخد بال حضرتك انتقلت العدوى هو ده اللي بيسبب العدوى وبيسبب انتشار الفيروس اذا التباعد مطلوب عشان نبقى فاهمين الكمامه مطلوبه معلش استحملوا شويه يا جماعه استحملونا شويه حافظوا على ارواحكم وارواح ولادكم وارواح بناتكم حافظوا على بلدكم الحفاظ على الروح والنفس ده الحفاظ على الروح والنفس يا جماعه ده, ده انت مطالب بيه انت مامور بيه نفسك وروحك دي انت مامور ان انت تحافظ عليها ربنا اداها لك او دعها ليك امانه حافظ عليها طيب اذا نتفق او نختلف انا بقول وجهه نظري الناس تتفق معايا فوق دماغي ما يتفقوش معايا فوق دماغي برضو احنا بنقول وجهه نظرنا اذا الجهاز الاد الاداري للدوله دي رساله للسيد رئيس مجلس الوزراء، للساده الوزراء المحترمين الاجلاء، رساله لمجلس الشعب، رساله لمجلس الشورى، رساله لكل الاجهزه والمؤسسات المصريه انك تشغل الجهاز الاداري للدوله هو ده الحل، مش الحل ان انت تشغل نص وتخلي نص. عارف ليه؟ لسه قايلها، هتشغل نص الجمهور هو هو. اللي بيروحوا المرافق والمؤسسات العموميه هم هم مش هيتغيروا لكن لما تشغل نص الجهاز هيحصل ايه؟ الناس هتركب فوق بعض الناس هتبقى فوق بعض والزحام هيزيد والامراض هتزيد والفيروسات هتنتشر والامور هيبقى الواقع اليم يمكن حضراتكم ويمكن الاستاذ عمرو ينزل لنا المشاهد في الهند في الهند الدولة العريقة الدولة المتقدمة الهند يا جماعة من أعظم الدول تقدماً وازدهاراً يمكن قوتها بتعادل الصين وأكثر كمان الهند من الدول القوية النهارده الهند عندها مشكلة كبيرة الناس بتموت في الشوارع ألم ألم يا جماعة مش عاوزين نوصل للمشاهد دي الناس بتموت في الشوارع ليه؟ مفيش أجهزة أكسجين يا ألم مأساة يا رب تحفظ بلدنا مش عايزين نف نوصل للمشهد ده مش عايزين بلدنا النهاردة احنا في الأية في الموجة التالتة في أخرها هانت يا مصريين هانت أهي هتعدي إن شاء الله وهيحفظ بلدنا إن شاء الله وهيستر بلدنا ان شاء الله وهينصر بلدنا ان شاء الله وهيقوي بلدنا ان شاء الله وهيحفظك يا مصر وهاتكون سند للعرب وسند للمسلمين وسند للاقصى وسند لـ 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 لمصر رسول الله مصر تاريخ مش كلمه بتتقال لما ذكرت ام الدنيا هي ام العباد والبلاد اتقال كده من الملايكة لسيدنا نوح "إن مصر أم البلاد والعباد كنانة الله في أرضه محفوظة إلى يوم الميعاد" فيها نيل معروف أوله وآخره يتقطع عنها مستحيل يضايقونا؟ ماشي لكن ما يقطعوش عننا قطره يزعلوا وهم في بيوتهم يزعلوا وهم على سرايرهم ليه؟ اصل مصر مش قليله اصل مصر ميزان كبير طول ما مصر قائمه العرب في القمه طول ما مصر صامده العرب لهم كيان العرب من غير مصر آسف ما ينفعوش ومصر من غير العرب ما تنفعش مصر يا جماعة لازم تحبوها قوي وتفتخروا ان انتوا مصريين وتعتزوا بمصريتكم اصل في ناس يعني انا شفت مشهد كده قبل ما اختم مع حضراتكم مشهد زعلني قوي يعني وزعل اي حد شاب مصري عايش في اسرائيل طبعا مش هجيب لكم الفيديو ده عشان انا ما يعني قلت قبل كده ما بحبش اجيب الفيديوهات المؤلمه اللي هي ايه فيها قله ادب شاب مصري عايش في اسرائيل تعرفش بقى خد الجنسيه الاسرائيليه ولا اتنيل هناك واتجوز الله اعلم طالع يقول ايه آه اسرائيل وما ادرك اسرائيل وانا بعتز باسرائيل و... طب يا عم اعتز لغايه ما يدوك على قفاك اعتز ومش هقول لك كلمه عيب عشان ما ينفعش اقولها على الهوى اعتز اعتز خليك معتز كده لغايه ما ايه يعني مش عارف اقول لك مش لاقي كلام اقوله عشان عيب عموما حاولت ابين لحضراتكم قوه مصر وحاولت ابين لكم شرفنا و و وتعاملنا مع الملف الفلسطيني بكل شرف حاولت اوصل لحضراتكم الملف بتاع كورونا واهتمامنا ووضحت للحكومه المصريه وقلت لهم ويمكن كنتوا معايا على الهوى لازم ناخد بالنا لازم ننتبه الجهاز الإداري كله يشتغل عشان ما يبقاش في زحمة، الزحمة اللي بتحصل دي هي اللي بتعمل كورونا، طب نقلل الزحمة إزاي؟ الجهاز الإداري كله يشتغل. ونحاول نساعد الناس على التباعد، ما يبقاش في زحمة على الخزنة، ما يبقاش في زحمة في الأماكن العامة، ما يبقاش في زحمة في الأماكن الحكومية. تمام؟ يا رب أكون ساعدتكم. يا رب أكون فرحتكم. يا رب أكون قلت حاجة تنفعني وتنفعكم يوم القيامة. أشوفكم على خير. وعاشت مصر حرة أبية. عاشت مصر قوية عفية. وبعتذر لكل المكالمات اللي جت لنا على البرنامج على الهوا وإحنا ما دخلناهاش نظراً لضيق الوقت في البرنامج. أه وبشكر كل اللي تابعوني وتابعوا البرنامج وتابعوا القناه وبقول لهم كل عام وحضراتكم بخير شرف لينا ان احنا مصريين عاشت مصر حره ابيه عفية منصوره اشوفكم على خير وكل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.